احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصي على كرسي مار مرقس، وذلك في احتفالية كبرى ضمت العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وبحضور كافة الإبرشيات وذلك بمختلف محافظات مصر. للمزيد تنضم إلينا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، هل لك أن تطلعين على المشهد لديك؟ نعم، بعد التحية نتواجد معكم من داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمتابعة تفاصيل الاحتفالية التي يقيمها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تنصيب البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. هذا التنصيب الذي جاء بعد اختياره في قداس القرعة الهيكلية في 4 نوفمبر عام 2012 ليتم تنصيبه بشكل رسمي في 18 نوفمبر في نفس العام بحضور أباء وأساقفة المجمع المقدس إلى جانب شعب الكنيسة من الكنائس المصرية وأيضا من مختلف أنحاء العالم. إذا تحدثنا عن 10 سنوات وهي مدة تنصيب البابا تودروس الثاني كبطريرك للكرازة المرقسية، فكانت 10 سنوات فارقة سواء للكنيسة أو أيضا لمصر مع الأحداث التي مرت بمصر على مدار 10 سنوات الماضية والتي استطاع فيها البابا تودروس الثاني أن يعبر كل هذه الأحداث بحكمة وطنية شديدة. أما إذا تحدثنا عن الشأن الكنسي وأيضا مقام بالبابا داخل الكنيسة على مدار 10 سنوات الماضية، فقد استطاع أن يتخذ عدد من القرارات الهامة فيما يخص تنظيم الشأن الداخلي للكنيسة المصرية كإقرار لائحة تنظيم الأديورة وأيضا شؤون الرهبان وأيضا إعادة تشكيل ووضع هيكلة جديدة للمجلس الإكريليكي والمختص بشؤون الطلاق والزواج، وأيضا افتتاح يعني عدد من الفروع للمجلس في أكثر من محافظة إلى جانب أيضا كنائس المهجر، إلى جانب أيضا المساهمة في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إلى جانب أيضا اهتمام البابا بالتواصل المستمر مع الشباب وأيضا الكنائس في الخارج. كان هذه يعني جزء من الإنجازات وأيضا القرارات التي قام بها البابا على مدار 10 سنوات ماضية وهي مدة تنصيبه كبطريرك للكرازة المرقسية. يعني الاحتفالية بدأت منذ قليل بفقرات فنية بحضور البابا تودروس الثاني، ثم يعني احتفالية أخرى في مسرح الأنبا رويس داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء المجمع المقدس. الجميع هنا يتشارك الاحتفال بتنصيب أو بمرور 10 سنوات على تنصيب البابا تودروس الثاني كبطريرك للكرازة المرقسية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري على هذه المتابعة والتغطية الوافية. شكرا جزيلا لك.